حبك، ازاي اشتغلتي على ازاي بنيتي الكاركتر ده مع راحل وسامة فوزي مع مصطفى زكي؟ ازاي الشخصية دي طلعت النور، تحديدا النقلة اللي في الشخصية في الاخر؟ قبل ما انا امضي قال لي يا نونيا مفيش حاجة هتتغير من الفيلم، في الفينالة بتقولي مونولوج وبتعيطي فيه لطبل الأستاذ محمود، بعد كده بتسيبيه وبتحضني صديق عمره. اوعي يا نونيا نيجي في الشغل وتقولي انا مش هعمل ده. قلت له اوكي. بعد كده قال لي انا عايزه اشوفك بعدها كده باسبوعين، خلاص ابتدينا هنخش الفيلم. وانا حطيت السيناريو قلت يمكن هيقول لي ملحوظات ابقى انا جاهزه. فلقيته بيقول لي نونيا مفيش، كل حاجه مكتوبه هتحصل، اوعي تيجي وتقولي ما احضنش، ما حدش يحضني، انا بقول لك من دلوقتي. وحط ايده على السيناريو. قلت له لا هعمل كل اللي انت عايزه، ورحت واخده السيناريو تاني. خفت انه هياخد مني السيناريو وانا حابه الدور. ف نزلنا، وفاكر يا محمود لما نسينا السنه بتاعتك الذهب، رحنا فين؟ الطريق ده في احمد حمدي، كان اظن احمد حمدي، وخدوا تصاريح ووقفنا بالساعات عشان يوقفوا الطريق عشان نقدر نصور الفيناله اللي كانت صعبه جدا جدا. فاللي حصل ان الراكور في حاجه نسيناها، لغينا ورجعنا تاني، خدوا تصاريح واتعملت المشهد الجبار. والاستاذ اسامه فوزي اخترع الكاميرا دي، هي اللي اسمها ايه، موشن، اخترع، ما كانش لسه وقتها هنا عندنا، واخترعها واتعمل الشوت كما يجب. وانا سبت نفسي يعني احضن صديقه وكل حاجه عشان الناس ما نقدرش نضحك عليها. وده كانت فينالة الفيلم. السينما المصرية ابتدى يتغير، كانت ابتدت تطلع مفاهيم جديدة غريبة عننا. الناس كانت تتكلم عن السينما النظيفة، الناس بتتكلم عن السينما اللي بلا مشاهد أحضان وبلا مشاهد بيسموها مشاهد ساخنة. في الوقت ده ما قلقتيش من جرأة الدور؟ يعني لبلبة اللي كانت زمان بتعمل أدوار في مجتمع أكثر انفتاحا والناس قبل ده، الحالة اللي ابتدت تحصل، حالة التراجع اللي ابتدت تحصل فكريا، ما قلقتيش وانت بتقري السيناريو؟ ما هو أنا كان في تحذير من والدتي ان احنا ملناش دعوه بالادوار دي، مع ان انا عملت حاجات مع الاستاذ عادل كان فيها، لان كنت طالعه مراته لازم يحضنني وكده. ف لكن افتكر هو كان بعد التسعينات، اواخر التسعينات، اواخر التسعينات، مظبوط 99 اعتقد كان بيتصور، لو انا فاكر صح 98 99. هو كان يوم ما كنا بنصور قال لي نونيا بعد المونولوج الطويل ده في الحضن اللي احنا متفقين عليه، دي فينالة فيلم يا نونيا، هتيجي تبوظي اللي انت عملتيه. فانا قلت لازم اسمع كلام المخرج، وما دام انا وافقت على الدور لازم اعمله. امي زعلت قوي وسابت البيت، قعدت 15 يوم عند اختي علشان انا عملت الحضن الاخير ده. معلش بس السينما المصريه كلها فاتت، كانت اخر مره. لا وبجد حاجة بالنسبة لي تستحق التحية، ان يعني في وقت كان المجتمع كله بيحارب حاجة، حضرتك في جيلك ما كنتوش مؤمنين بالمفاهيم دي وفضلتي منتصرة للي انت مصدقاه لاخر وقت، يعني دي حاجة بجد تستحق التقدير. يعني